من معرض القاهرة الدولي في دورته 51، وكعادتنا كل عام تنقل لكم كاميرا الإرشاد أحدث فعاليات معرض القاهرة الدولي من خلال جناح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. تابعوا. بالثروة السمكية، أهلا بك. أهلا بك حبيبتي. سعداء طبعا بجناح الهيئة العامة للثروة السمكية، وعايزين بس حضرتك كلمة من حضرتك وعن مجهودك في المعرض ومجهود الناس اللي شغالين بقيادة الدكتور خالد الحسن. هو طبعا ده كعادة كل سنة الدكتور خالد بيكون دؤوب إنه إحنا لازم نشترك في المعرض القاهرة الدولي بناء على تعليمات الوزير وسيادة الوزير. السنة دي يعني أصر إن احنا لازم نشترك ونبرز دور الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما فيها من إنجازات جديدة وتطورات جديدة، وأولها طبعا إن احنا الحمد لله ربنا كرمنا وانتقلنا إلى مبنى الهيئة الجديد. مبروك. الله يبارك فيكي. وكان فعلا دي كانت أول نقطة ان احنا طبعا كنا المبنى بتاعنا القديم كان غير مؤهل للناس كتير الموجودة، كمية العاملين يعني، والحمد لله دي اول نقطة. تاني حاجة طبعا في انجازات الهيئة بتقوم بيها، فكان لازم ان احنا نبرز الانجازات اللي احنا حققناها في الفترة اللي فاتت.
فطبعا بناء على توجيهات الدكتور خالد وبأوامر منه ان احنا لازم نظهر ونبرز دور الهيئة في تنمية الثروة السمكية في مصر. وأتمنى إن شاء الله أن المعرض يحقق نجاح ويحقق الهدف منه، وده إحنا كل سنة بيحصل ده. بالنسبة للتجهيزه طبعا يعني الله يكون في العون، يعني الناس بالفعل بيكون لود غير عادي علينا في الفترة دي. الحمد لله الفريق العمل اللي معايا إخواتي قبل وولادي قبل ما يكونوا موظفين معايا، وأنا بحبهم قوي بالمناسبة، يعني عشان يكونوا فاهمين كلهم بيحبوا. الله يخليك يا حبيبتي، وهم كمان عزاز عليا، وهم بيبذلوا كل ما اداهم ربنا من طاقة في تحقيق نجاح باهر، وفعلا في وقت الزنقة بيقفوا كلهم ما بيناموش، وبنروح مثلا الساعة 3 الفجر لكن الحمد لله الحمد لله فريق ربنا كرمني بفريق عمل زي الفل. فأتمنى لهم السعادة وأتمنى لهم دايما التوفيق في حياتهم المستقبلية. يعني مدام هلا الناس دايما تقول ده قطاع حكومي، يعني أي حاجة وحاجات تقليدية والناس ما تعرفش إن الناس بتتعب، يعني ده حقيقي؟ لا لا، الحقيقة بالنسبة للإدارة عندي والفريق العمل بالفعل ما بيفكروش ابدا في اخر حاجه اسمها ان انا بشتغل في حكومه او ان انا بشتغل حاجه مش ما حدش هيحاسبني يعني كده او بقضي دوري كده وخلاص. لا، هما بيحبوا قوي يثبتوا وجودهم وبيحققوا نجاح عالي، لان بدون مقابل، بدون ما بيستنوش اي ردود فعل او مقابل من اي حاجه. اكتر من كلمه حلوه دي بتبقى عندهم حاجه حلوه قوي كبيره. فهو طبعا الدكتور خالد بيشجعهم ودايما بيبسط من اي اجراء بيعملوه او اي حاجه بنقدمها، الحق يقال، دايما هو سبورت لينا ودايما يعني يدفعنا ان احنا نقدم مزيد من النجاح ومزيد من التطور. اكيد بحقيقة طبعا يا مدام هلا، القياده الناجحه لازم يكون وراءها فريق عمل ناجح. احنا مشكورك جدا على مجهودك الرائع، وتحب تقولي كلمه اخيره بخصوص المعرض؟ بشكركم، واتمنى ان شاء الله ان هو يعجب الجميع ويكون حاجه جديده. انا يعني نازله بحاجه جديده السنه دي، واتمنى انها تكون ان شاء الله كده تحقق نجاح كويس. رب دايما معانا على طول.